يلا بسم الله، السلام عليكم. تعالوا نسوي أسهل سلطة بالكون. نحتاج حبة طماطم وشوية خس أخضر. نغسلهم زي ما تشوفون هنا، أنا غسلتهم. وهلا بروح بقطع، أولا بقطع حبة الطماطم. هي المفروض بقطع الخس قبل، بس أنا قطعت الطماطم قبل مثل ما انتم شايفين، هيك اشكال عشوائية. بعدين قطعت الخس، طماطم قطعتها بالسكين، بس الخس قطعته بيدي. المفروض احط معاهم، اضيف البصل، لكن ما اضفت بصل هنا. زيت وملح ومايونيز وصحة وعوافي.